ليطالع النسوان الأجنبيات، امرأة أجنبية يبحلق عيونه فيها، هذا شنو؟ الأولى قال إياك ومصاحبة الفاسق، فإنه بائعك بأكلة وما دونها. يقول لي الفاسق، من هو الفاسق؟ هذا اللي ما يصلي هذا فاسق، اللي يشرب الخمر فاسق، اللي يغتاب الناس يتحكى على الناس هذا فاسق. وهناك أشخاص كثيرون هم فساق في الواقع شرعا، لكن الفسق بين درجة كبيرة وبين درجة شنو صغيرة، وفي متوسط بينهما. اللي يفتن ينم وما أشبه ذلك هذا فاسق. اللي يطالع النسوان الأجنبيات، امرأة أجنبية يبحلق عيونه فيها، هذا شنو؟ فاسق. وهكذا عشرات من الأشخاص يعملون أعمال الفساق. يقول لي الإمام هذا لا تروح وجي وياه، لا تصاحبه لا تصادقه، فإنه بائعك بأكلة فما دونها.